السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوات الكريمات، مرحبا بكم في قناة متخضاري. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم مطيلعات أو ميني مطلوع كيجي رائع معمر بالبطاطس. في اللي عجبتكم الوصفة ما تنساوش أنكم تابوناو في لاشين باش تصلوا بجديد الوصفات، كذلك ما تنساوش أنكم تدعموني بلايك ديالكم. فعلى بركة الله أول حاجة غادي نحضرها وهي البطاطس. رديتها تسلق يعني فقط واحد الحبتين من البطاطس بشي كمية كبيرة، كذلك البيض حتى هو رديته يتسلق. عندي هنايا الزيتون الاخضر، عندي حبة بصل مفرومة، حبة طماطم مفرومة مع ملعقة صغيرة من الطماطم المعلبة، وعندي الجبن المربع اللي غادي نحتاجه في التعمار، عندي كذلك الخس. فعلى بركة الله هنايا عندي الطماطم، غادي نضيف لها الفلفل الاسود. كما لاحظتوا معايا انا حكيت معاها واحد الدريس ديال الثوم. نضيف الملح كتبقى على حسب الذوق ديالكم. نضيف الفلفل الاحمر كمون، غادي نضيف لها زيت الزيتون ونردها تشحر جيدا. بالنسبه للبصل حتى هي غادي نردها تشحر مع زيت الزيتون والقليل من الفلفل الاسود والملح، ونعاودو نطلقها. اخواتي فكما كتلاحظوا معايا انا هنا درت جوج حبات ديال البطاطس متوسطه الحجم، ممكن انكم ديروا حبه واحده فقط كبيره. نخلط معهم جوج ديال القطع ديال الجبن المثلث، نضيف القليل من زيت الزيتون، حبصه من الملح والكمون. ممكن انكم ديروا الفلفل الحار، واختيار كيبقى ليكم. كما كتلاحظوا معايا هنايا البيض فانا سلقته وحكيته، وبالنسبه يعني البصل فشحرته بوحده وشحرت الطماطم بوحده، في الاخير خلطتهم وضفت معاهم الزيتون الاخضر باش يجيوني يعني ساهلين في التعمار، ما نبقاش نهز كل حاجه بوحده. البطاطس ديالنا هي اللي جاهزه. بالنسبه للمطيلعات ف نحط لكم الرابط ديالهم اسفل الفيديو. اخواتي فمن بعد ما سالينا البطاطس فكنجيب هكا المطيلعات ديالي، غادي نوضع اول حاجه البطاطس. البطاطس فقط واحد الملعقه صغيره، يعني ماشي تكثروا البطاطس. لاحظوا معايا مر البطاطس الجبن، غادي نضيف الطماطم مع البصل، والخس كتجينا على هذا الشكل. هذا نسيت ما ضفتش البيض. يعني كيجي بصراحه رائعين هاد المطيلعات هادو.
ممكن انكم ديروها يعني فاش تساليو بالتمر ديالهم تصوبوهم في الماكينه ديال البانيني، اختيار كيبقى ليكم. كذلك ممكن انكم تتغناو عليها. كما لاحظتوا معايا حشوة جد جد اقتصادية. فانا غادي نستمر بنفس الطريقة، تنسالي الكمية اللي عندي كاملة ونعود اخواتي. فهذا هو الشكل النهائي ديال المطلعات ديالنا، كيجيو رائعين كما لاحظتوا وسهلين في التحضير اقتصاديين. فنتمنى ان الوصفه تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم تابونا فلاشين باش تصلوا جديد الوصفات، كذلك ما تنساوش انكم تدعموني باللايك ديالكم. ونهايه الوصفه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.